ايه معلش يا تحرك ايديك، هذا العلي بيسحب الدم الفاسد من كل البدن. شوكة لا تعذب حالك، ما راح يمشي الحال. لك حاجة تحكي هيك بقى؟ خلص وكلي الله، انت بس ريحي شوي. شوكة ايه، بدل هالحكي كله خليني اقعد معك واشبع منك. والله مرت الجديدة تعبان شوي. لا 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 الله يعافيها يا بي، انت لازم تكون بيناتنا، لازم نقعد ونحكي. ايه الحبيبة، خلاص من بكره ان شاء الله بنقعد ونحكي واللي بدك اياه بصير. ابو عصام انت كبير الحاره وزعيمها، وانا ما بدي انبتشي بالحاره بدون شهورك وفهمك كفايه. ان شاء الله ان شاء الله. لك خيريه؟ يلا هاتي البرغون. ليش تاخرت ام بدر كثير؟ اكيد هي هي. اهلا نادية. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اي لا اليوم كثير احسن. بلشتوا؟ لك اهلا وسهلا، ليش تاخرتي؟ لك الله يسعد لي صباحك يا لعبي. صباح الخير نادية خانو. اهلا فوزي. قهوه قهوه بلا سكر. يلا استلمي قومي دلال. حطيت برغل ها؟ ايه. لا وحطيت الكزبرة مع الغبرة. ايه هلا بحطيها. ايه يلا. لساته اللوزات نازلة. ايه والله لساته. خليها تتغرغر بمي ومنها. لك عم تتغرغر. كأنكم مكترين برغل مالكم بالعادة. يعني إذا بتفكي ملايتك مو أريح لك والله. بلا أريح لك والله. ايه يلا فكيها. كثير أنا الطلب والله. كثير تأخرتي علي. ها؟ لك كنت عم بطبخ شو بدي ساوي؟ تسلم إيديكي. القهوة يا خيرية، منيح اللي ما طلبنا منك هالشيء. يوه يبعث لك الهنا. حاج قري انا بقر سعاد خانم. اي والله والله من يومي من تمساكي. ان شاء الله بتقبر قلبي هالضحكه. حودي القهوه لناديه. ولد بيشبهك. سامحني. خلص نادي، أنا مسامحك. لا تحكي، خلص ريح عليك. Oh
وعصام وعصام حكيني قوم قوم من هون قوم وعصام خير طمني شو صاير بالحارة؟ توفيت مرت عمي أبو عصام الفرنساوية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العمر لكم سعيد والله يصبركم سلام عمرو السلام عليكم السلام مع السلامة سيدي ماتت مرت أبو عصام الفرنسية الضبح اسمعوني منيح هذا اللي اخترتوه زعيمكن وكبيركن ارتكب غلط كبير إن كنفوت ونحن إذا سكتنا سكتنا كرمال ناديا المحومة ناديا بس ناديا ماتت إذا كنت زعيم يا زعيم اتفضل احكي أمام أهل حاختك كيف طلعت من السجن
كيف غابت من المشفى؟ شو عم تحكي انت؟ شغف شغف، احكي امام اهل حاقتك كيف انت طلعت من سجن؟ كيف طلعت من المشفى؟ نحن هلا بدنا ندفن المستورة، زيح من طريقنا. هذا اللي عملتوه زعيمكن وكبيركن، زوغ اوراق رسمية، طلع بدال واحد من السجن، منع اهله انه يشوفوه. هذا الشخص مات وشبع موت، مشان شو؟ مشان ابو عصام يكون بيناتكن ويعمل زعيم. نحن ما حنقول اسم لهذا الشخص لحتى ما يكون في مشاكل بين حارات، ودائما بتقولوا الفرنساوي هو اللي بيعمل مشاكل. شغف يا زعيم، شغف قلن لأهل حارتك كيف طلعت من المشفى، كيف طلعت من السجن. هذا الحكي ما في منه، كله كذب وما صغر. انا بحكي كلام بعرفه ويلي أهل حارتك ما بيعرفه أبدا. هذا الحكي بنحكى فيه بعدين، هاجروا يا اخوان. بسم الله. نحن بدنا ناخذ جثه. ولك انتوا شو مفكرين؟ شو مفكرين؟ الجنازه بدها تمرق، بدها تمرق. ان قلتوا هيك وظنتوا لا. شوف جناب الكومندور، رح حاكيك من الاخير. الجنازه بدها تمرق، بدها تمرق. والمخلوقه بدها تندفن بمقابرنا. بقى زيح وخلي الجنازه تمرق احسن ما يصير دمها. دكاتي معك. لك عمي عبدو شلون؟ شلون؟ الظاهر انك نسيت. لا لا والله ما نسيت، بس شوفت عينك ابو راشد. صار لك ثلاث ايام موجودين بالتمثال. طيب سيدي طيب، انا بكره رح بمرق لعندك الصبح وبنحكي، لانه الشغله ما بتتفوت بنوب نوب لك عمي. ماشي ماشي،
خلاص انا بكره الصبح بستناك بالواقيه. اتكلنا على الله. يلا السلام عليكم. عليك السلام. الله معك. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. شو راح تعمل بهي القصة مع أهل الحارة؟ ما بعرف، ما بعرف ايش بصير. لا والله هذا الكومندان افترى علي ولا افترى علي؟ منين طلع لي هذا الموضوع كمان؟ واحد كان من المستشفى وانا طلعت باسمه. شو اسمه هنا؟ اللحشة سعاد هنا غليتها وضبيتها ليش؟ طلعي جيبي لي اياها مطرح ما ضبطيها. حاضر.